نجي شغل، بسم الله. شغلنا الحاسبة، فان اشتغلت، صورة ماكو لحد الآن. خلينا نشوف، اشتغلت اللابتوب ولكن الصورة بدون إنارة، ماكو ليد، ماكو إشارة، يعني ماكو ليد على الشاشة، عليها ويندوز 10 جاي يفتح لكن بدون ليد. خلينا نفصلها ونشيك الفلاتة مال الشاشة، ننزعها. احتمال الفلاتة مال الشاشة بيها إشكال أو ما قاعدة بشكل جيد. خلينا نجرب مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اشتغلت أيضا بدون ليد، جا تشتغل اللابتوب ماكو إنارة على الشاشة. خلينا نشوف احتمال الفلاتة مال الشاشة بيها فصل من الجهة الخلفية، لأنه هاني هذا اللي خليني أكره العمل بلابتوبات جايتني من مصلح آخر، ما يخلون شي ما يلعبون به. طبعا هذا الانتينا همين انتينا مقطوعة مثل ما تشوفون مع الواي فاي. جاري زبون ثواني. يم حسين، كنتي بواحد صرتي باثنين، صح لينا مشكلة البورد. نوبة ما قام يجينا فولت، وما جاء قام تشتغل ليد أدنى على الشاشة. خليها قبل كل شيء دقيقة، خلينا نعمل تجربة سريعة شباب ثواني. شنو التجربة؟ سأقول لكم شنو التجربة. عندنا شاشة وعندنا فلاتة مال هاي اللابتوب، خلينا نربط الفلاتة بشكل مباشر هنا بهذا الشكل. خلينا نشوف هسه راح نحصل الصورة بإنارة على الشاشة الأخرى ولا لا، نتأكد نعرف شنو السبب. بسم الله، ايضا الشاشة الاخرى اشتغلت بدون انارة اخوان. اذا مشكلتنا بالمذر بورد. اي شباب، مثل ما شفتوا ربطنا شاشة ثانية وحصلنا على نفس النتيجة، اذا مشكلتنا من المذر بورد، ما جاي تعبر لنا الانارة على الشاشة، يعني مشكلة بالبورد. فخلينا نشغل البورد مرة اخرى ونتبع الاشارات الخاصة بانارة الشاشة. طبعا الشاشة اشتغلت على مد الظهر، انتم ما تشوفوها انا اشوفها. حاليا نربط الارضي على اي ارضي، نجي نتاكد من سلامة هذا الفيوز. عندنا هنا 19 فولت، هذا الطرف ايضا ب 19 فولت، اذا الفولتية المفروض تكون عندنا على سوكت الشاشة 19 فولت عابرة. جلسة 3.3 3.2، خلي صفر بايز شباب. شوف الفولتيات موجودة على السوكت مال الشاشة. خلينا ننزع الشاشة اخوان ونرفع قياسات من الشاشة نفسها. خلينا نطفي. نربط شاحن مرة أخرى. مثل ما تشوفون الشباب، طبعا رفعت الفولتيات، عندنا هنا ال LED VCC موجودة، ولكن هنا ال LED Enable على الشاشة ما موجودة. هاي ال LED Enable هي إشارة التفعيل خاصة بالإنارة، قيمتها 3.3 فولت المفروض. فهنا عندنا إشارة 3.3، هنا عندنا 3.2. راح ناخذ جمبر من هذا البن على هذا البن ونشوف راح تشتغل الشاشة عندنا لو لا. هذا البن ال Enable الخاص بالليد، مثل ما تشوفون شاشة حلقة إنارة، أطفي أشغل أطفي أشغل. فشنو راح نسوي؟ راح نروح تحت الميكروسكوب شباب ونجر خط من ال LED Enable، ناخذ الإشارة من هذا المكان، بس بشرط انه هذه الإشارة تكون ظاهرة بعد التشغيل. يعني لو كانت الحاسبة طافية ومربوط الشاحن، مفروض
ما تتنشط، اذا هذه صحيحه حتى بعد التشغيل تشتغل الاناره. فخلينا نروح نسوي اللي قلنا عليه ونفهمكم اياه بشكل اوضح ونرجع نركب الشاشه مره الاخ. خليكم ويانا يا شباب. جينا على الميزه الثانيه حتى نصلح هاي الشاشه مثل ما شفتوا، مو الشاشه العاطه طبعا، الشاشه سليمه ولكن عندنا فقط باشاره ال LED enabled. فافضل حل لها انه نقوم بعمليه جمبره للخط ال 3.3 ونوصله للليد انابل حتى نشغل الشاشه. فخلينا نروح تحت الميكروسكوب واشوفكم شنو اقصد بصوره اوضح. طبعا هاي الشاشه هذا الكونكتر الخاص بالشاشه، هنا على هاي المنطقه عندنا هاي الاشارات مثل ما تشوفون. طبعا قست الاشارات وجدت انه هاي المنطقة او هذا البن على اشارة 3 او على فولتية 3.2، وهي نفس الفولتية اللي احتاجها حتى انشط الليد. هنا عندنا الليد في سي سي عليه مثل ما قست، ثاني قست عليه 19.3 واصلة عليه يعني فولتية الليد، ولكن هاي الاشارة اللي يحتاجها تنشيط الليد هي ال LED enable ما عليها فولت. فراح ناخذ جمبر من هاي المنطقة الى هاي المنطقة حتى نضمن عمل الشاشة بشكل جيد. فخلينا نسوي هذا الشيء سوا، ناخذ إشارة التنشيط من هذا المكان، من هذا البن، هذا البن الى هذه المنطقة بالضبط. راح نجي ناخذ تيل رفيع او سلك، نخلي شوية سولدر ونخلي سولدر ايضا على البوينت او النقطة اللي راح ناخذ منها الفولت او الاشارة التنشيطية. مثل ما شفتوا لحمنا السلك بهاي المنطقة، نجي نلحم الرأس الآخر بالمنطقة الأخرى بهذا الشكل. نجي نثبت هذا السلك بقطعة من اللاصق، بهذا الشكل ثبتنا اللاصق، ثبتنا العفو السلك بهذا اللاصق. خلينا نروح نعمل تجربة أخرى ونشوفكم النتيجة، فخليكم ويانا. أي شباب، بعد ما سوينا الجمبر على الشاشة بهذا الشكل مثل ما تشوفون تحت الكاميرا، أخذنا إشارة الليد إنابل من هالمنطقة إلى هالمنطقة. هنجي نجرب نتيجة عملنا بربط الشاشة مرة أخرى، نربط الشاحن على الجهاز ونقوم بعملية تشغيل الجهاز. الجهاز اشتغل والصورة اجت مثل ما تشوفون واللابتوب جاي تفتح. اذا هذا الدرس الثاني راح اسوي عبارة عن اصلاح لمشكلة عدم عرض الانارة، راح يكون بمثابة درس اخر. هقسم هذا الفيديو الى قسمين، قسم راح يكون صيانة المذر بورد وصلحنا المذر بورد مثل ما شفتوا، والفيديو الاخر راح يكون يخص صيانة او معالجة مشكلة عدم ظهور الانارة على الشاشة وعمل اللابتوب بصورة شبحية. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم اخوان. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قداوي من قناة قداوي تيك، في أمان الله شباب.